مرحبا علي. اهلا باحلى جار حبيبي القلب. لك اهلا بابو عزيز حبيبي يا حبيبي. اهلا فيك اهلا فيك والله. لك يا للوس حبيبي. اليوم ام عزيز قررت تعملنا اكله مفركه بطاطا وبيض. عندك بطاطا معك؟ احنا اللي عندنا بطاطا. اعطينا شي كرتونه بطاطا هيك على ذوقك. يعني بدك المنيحه مش المضروبه؟ لا المنيحه طبعا. منيحه والله. ليك المنيحه اليوم ب20,000 الكرتونه. اوف لعب الله. شو 20,000؟ شو يا إلي معلش. شو ده؟ هادي شو سقينا بعت الذهب؟ شو سقينا عبيبي؟ ما كل عمره اللي عم يسقون بمات المجرير. لك راس البطاطا براس البطيخه صار. معلش 20,000. لا 20,000 لك إلي عمى. شو بدك تعمل؟ طيب يا خيي في عندك بيض؟ نحن اللي عندنا بيض. شو بدك؟ في عندنا بيضات غير شيء. المنيحه او المضروبه؟ لا المنيحه. شو والله ليك المنيحه اليوم ب10,000 الكرتونه بس بيض مزارع. لا ما بدنا بيض مزارع. بدنا بيض بلدي. بيض بلدي؟ بدك تضرب ب30,000 الكرتونه صارت. 30,000 لشو؟ أبو 30,000 أبو عزيز. بيضات بلدي؟ لك شو بيضات؟ شو هي بيضات اللبان؟ بيضات مين هيدي يا حبيبي؟ بعدين شو هديك الأخ البيضة اللي مخرج من الصربون للدجاج يجيب لها البيضة؟ بعدين شو هالبيضة البيضة اللي نازلة منها؟ شو هي وين عم بتولد البيضة هيدي؟ وين عم تقلفها هيدي؟ وين مستشفى بيورس ايريس؟ بعد في البطاطا والبيض ما حرمونا منه. لا أبو عزيز يرضى عليك. في زبونات ما فينا نسبسب في ستات في ما تأخذنا خي عصبنا عصبنا. طيب شو بعد بدنا تضبط هيدي؟ بدها شوية زيت زيتون. عندها أكيد بكون أم عزيز. لا ما عندنا. ما عندكم زيت زيتون؟ والله بس عندك زيت زيتون؟ في بدك المنيح او المضروب؟ لا يا اخي المنيح. المنيح اليوم والله قنيت زيت الزيتون المنيح الاصلي حق 40,000. هي انت لانك زبوننا وجارنا من سيرك فيها وبتزحط. شو بعد بدنا؟ جبنا بطاطا وبيض وجبنا زيت. هذه طيب مع اللبن. انا امي بستعمل البيض بحط معها لبن. لبن. بدك المنيح او المضروب؟ لك يا اخي المنيح. والله المنيح اليوم ب10,000. لبن ب10,000؟ شو لبن؟ شو لبن عصفور؟ لبن شو لبن عصفور؟ عزيز لا ناكل مفرك البطاطا وبيض صار كلفتنا 100,000 ليرة. ابو عزيز ارضى عليك. في زبونات بالمحل؟ ايه في زبونات. بدك اخذنا لك الي العمى. شو طيب يا خيي من الاخي عندك الشعير؟ شعير؟ ايش في شعير؟ طبعا نحن اللي عندنا شعير. بدك المنيح او المضروب؟ اوف طب الشعير في منيح ومضروب؟ طبعا المنيح ب6,000 المضروب ب1,000 ليرة. العمى ليه؟ حسب اي حمار بده ياكله. انا ولادي. يا اخي طعمي ولادك شعير يا ابو عزيز. شو ولادك حمير؟ ما يا حبيبي يا علي يلي بيعيش بالبلد وبيرضى يدفع الاسعار العاليه والغاليه بده يكون حمار.